في أخبار الاقتصاد، أبدت ألمانيا رغبتها بالاستثمار في قطاع الطاقة بالبلاد، وقال وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم خلال لقاء السفير الألماني بالخرطوم أولريش فيلهلم إن قطاع الكهرباء يعتبر قطاعا حيويا داعما للنهضة الاقتصادية بالبلاد، وذلك من خلال زيادة الإنتاج والتوسع في القطاع الصناعي والذي يتمتع بفرص واعدة للاستثمار. وثمن الوزير وجود شركة سيمنز الألمانية في قطاع الكهرباء بالبلاد، داعيا الشركات الألمانية الأخرى إلى الدخول في قطاع الطاقة والتعدين في السودان. قدم البنك الأفريقي للتنمية منحة للسودان بنحو 33 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع مياه ولايتي شمالي وجنوب كردفان، وتعهد إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية الذي وقع على المنحة بتقديم كافة التسهيلات وتسريعها لإنفاذ هذه المشاريع المهمة لسكان الريف وخلق الفرص للشباب. وقال وزير المالية إن هذه الاتفاقية تمثل دعما للخدمات الأساسية المتمثلة في المياه الشرب والصرف الصحي في الولايتين، ويهدف المشروع إلى تعزيز سبل الوصول للمياه وتحسين الأوضاع المعيشية للأسر ومقاومة تقلبات المناخ، ليغطي حوجة المجتمعات في 5 وحدات إدارية لتلك المشروعات. حث الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو محمد السيد عبد المؤمن على أهمية الشفافية في الأعمال التنموية بهدف الوصول إلى نتائج جيدة للإنتاج. وقال عبد المؤمن خلال ورشة السياسة الوطنية للجودة إن مشروع السياسات الوطنية للجودة هو واحد من برامج المنظمة بجانب التصنيع الزراعي وتوفير فرص التوظيف للشباب، كاشفا عن برامج مشتركة مع وزارة التجارة لوضع سياسة وطنية لريادة الأعمال بالتعاون مع مكتب المنظمة المعني بترويج الاستثمار وريادة الأعمال بالبحرين. تسلمت محلية تلكوك 3 سدود من مشروع الأمن الغذائي الممول عبر الاتحاد الأوروبي والمنفذ عبر منظمة براكتيكال أكشن، ويرمي المشروع إلى توفير أكبر قدر من المياه للرعاة والمزارعين بالمنطقة الذين يعانون من نقص حاد في خدمة المياه في فصل الصيف. وقالت مديرة مشروع الأمن الغذائي بمنظمة براكتيكال أكشن بهجة جلال إن المشروع يتوقع أن يغطي مساحات واسعة من المحلية بالقطاع الزراعي بجانب توفيره لخدمة المياه للرعاة بالمحلية في المواسم المقبلة. بما أن محلية تلكوك من محليات شمال كسل التي تنشط فيها حركة الري وتنتشر فيها الحركة الزراعية أيضا، إلا أن المحلية لا زالت تعاني نقصا في خدمات المياه. مشروع الأمن الغذائي الممول عبر الاتحاد الأوروبي والمنفذ عبر منظمة براكتيكال أكشن نجح في إنشاء 3 سدود بغية توفير ولو جزءا يسيرا من الماء للمنطقة. افتكر ان السدود دي اتعملت في اطار مشروع الامن الغذائي عشان على الاقل توفر لنا مويه لاغراض الزراعه وتغيير الطبيعه تحت المنطقه، عشان على الاقل يكون في برضه فرصه بتاعت مويه للمراعي. واحده من الفوائد الكبيره اللي مرقنا بيها من انشاء هذه السدود ان المنطقه خلف السد يعني منطقه الحمد لله سبحانه وتعالى منطقه مخضره، والشجر الخلف الحمد لله سبحانه وتعالى يعني بقى مخضر ومنطقة واعدة للاستفادة منها بأغراض الزراعة والري. اختيار المنطقة لتنفيذ مشروع الأمن الغذائي أملته الظروف المحيطة بها ولتوفر كل مطلوبات نجاح المشروع، خاصة فيما يتعلق بتغيير النمط الغذائي لسكان المنطقة، باعتبار أن هذا الهدف من الأهداف الرئيسة التي يسعى لها المشروع. في الحقيقة من خلال طوافنا على المشروع مناطق التنفيذ بنعتبر انه فعلا الاختيار تم بطريقة جيدة والتنفيذ تم بأجود ما يكون، وحقيقة هي مناطق فعلا فيها مس الحوجة لمشاريع حصاد المياه، وبتنعكس بعدين في مسألة بتاعت تغيير السلوك والنمط الغذائي في القرية وفي المحلية بصورة عامة. بنفتكر انه بمشروع الامن الغذائي مع هذه المنشآت ان شاء الله بتضافر الجهود
بتصبح هذه المنطقة يعني في المواسم الجاية إن شاء الله منطقة غنية جدا بالزراعة، وطالما توفرت المياه عبر حصاد المياه بالثلاثة منشآت دي توفر ولو القدر اليسير من الماء لسكان المنطقة عبر مشروع الأمن الغذائي أتاح لهم فرصة العودة للزراعة حتى وإن كانت في مساحات محدودة، بيد أن مواطني المنطقة يتطلعون إلى توسع المشروع ليشمل حماية السدود من تغول أشجار المسكيت التي غطت أجزاء واسعة من المنطقة. منطقتنا هي أساسا منطقة زراعية وما كانت عندنا موية وافرة، حسنا قاموا وفروا لنا براكتن أكشن الموية، يعني فيما بعد أن احنا هسه بعد ده نكون جاهزين للزراعة. حماية بتاعت البسكيت دارين الناس تقف معانا، يعني زي ما شايفين البسكيت دي براكم اليوم، ونتمنى الناس تقف معانا في البسكيت، أنا ما عندنا أي مشكلة إن شاء الله. خالد بشير، الشروق، ولاية كسلا.